سلام البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. رجعت لكم عزة من قناة عزة اونيفير، رجعت لكم موضوع جديد. هذا الموضوع هذا اللي كيتسناوه بزاف بزاف ديال السيدات ومطلوب بكثير من في القناة. هذا الموضوع هذا الموضوع ده كيهم المواد اللي كنستعملوه، خاصة مواد جميل او لا غير ذلك. هذا الموضوع هذا يعني من شحال هادي انا باغيه نصوره، ولكن كنت كانت يعني كنجرب هاد المواد هادو، كنتيستيهم باش هكذا منين غادي نهضر عليهم نهضر عليهم بكل صراحة. انا اليوم غادي نقول لكم الحوايج اللي زوينين والحوايج اللي ما زوينينش، الحوايج اللي نقدر ننصحكم انكم تستعملوهم، والحوايج اللي ننصحكم انكم يعني بلا ما تضيعوا فيهم فلوسكم. هذا الموضوع هذا يعني انا كيعجبني نصوره، علاش؟ لان كنتقاسم فيه التجربه ديالي معكم. ولكن كنقول لكم ان هذا الفيديو ولا هذا الموضوع هذا ما فيه لا اشهار لا حتى شي حاجه، لا لشي ماده من هاد المواد ولا لشي جهه من الجهات، لان انا كنشري هاد الشيء يعني ماني الخاص، كنشاركه معكم كنتقاسم معكم يعني يعني الافكار ولا هذا. ولكن انا ما كنت خلصت حتى شي جهه، لان بعض السيدات كيقول لك واخا نكون بعض المرات كنزل شي فيديو خاص بالطبخ وكنشكر شي ماده من المواد، وكيقول لك واش نتينا خلصتك هذا المتجر هذا ولا خلصتك هاد الجهه هذه. انا ما كندير اشهار حتى لشي حاجه من هاد المواد هادو، انا ما كنت خلصت حتى شي جهه، انا ما كنت خلص شيء، انا هادشي كنديرو يعني عن حب وصافي. كنتمنى هذا الموضوع يروقكم، وكنتمنى هذه الافكار اللي غادي نعطيكم يعني تفيدكم. وكنقول لكم كما العاده، الى عجبتكم هذا الفيديو هذه شاركوا البنات اللي مازال ما مشاركوش، وديروا لي لايك باش هكذا تشجعوني نعطيكم مواضيع اخرى ان شاء الله. عندي المزيد والمزيد والمزيد، هذه القناه كتوعدكم يعني بالافضل ان شاء الله. افكار غادي نتقاسمها يعني في القريب العاجل، عندي افكار بزاف، عندي بزاف 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 ما نعطي في هذه القناه هذه ان شاء الله. ترقبوني وما يكون غير الخير، وكنتمنى نكون عند حسن ظنكم. يلا البنات نبداو نكتشفوا هذه المواد هذو. كما كتشوفوا عندي هنا بزاف الحويجات، غادي نبدا لكم حاجه بحاجه. غادي نحيد هذه على جانب، وغادي نبدا ان شاء الله نشوفوا كل حاجه بوحديتها. غادي نهضر لكم بعجاله، هادو اللي غادي نبدا لكم اولا بهم. هادو بعجاله يعني هاد لاكام هادي ديال غارني كما كتشوفوا، هاد المواد ديالها حقيقه زوينين بزاف، انا كنستعملهم دائما سواء يعني في هدف هاد لو ماسك ديال الشعر اولا ديميلور ديال الشعر غزالين اولا شامبوان. انا هاد لاكام هادي دائما يعني ما كنخطيهاش، كتعجبني بزاف ودائما كنشريها وكنعاود نشريها. يعني هادو دائما المفضلين عندي. غادي نجبد لكم هادشي يعني عشوائي، ما عنديش هادشي مرتب. غادي نهضر لكم كذلك، هذا راني في طور التجربه ديالو، حتى هو غزال يعني كنغسل به، كاين هو وكاين ديميلور ديالو، حتى هو من يعني هاد لاماك هادي ديال غارني زوين بزاف. هذا فيه ديال يعني بحليب الشوفان او لهفه فلوكن او لا فلاكون دافون، حتى هو غزال البنات يعني بلا ديميلور صدقوني غزال. فاش كتغسلوا به الشعر ديالكم كيولي الشعر يعني رطب وزوين، انا بعدا كيعجبني ما فيهش البارابين. وش غنقول لكم انا يعني دابا حاليا هو اللي كنغسل به، لان كما شفتوا هذا راه صافي خوا، هادو راهم خواو، هادو هما اللي دابا كنستعملهم، رائعين البنات رائعين. كنصحكم انكم تجربوهم سواء ليكم او لا البنيتات ديالكم. يعني انا على حسب الشعر ديالي كينفعني بزاف 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 بزاف. غادي نهضر لكم على يعني المواد الاخرى، انا هادشي كنجبدو يعني بارازار، ما كنختارش لان عندي هادشي كله مرون هنايا. بالنسبه لهذا غسول الوجه، هذا يعني كيغسل الوجه، حتى هو راني حاليا كنستعمله، مهم عجبني عادي. ما المهم اولا الثمن ديالو رخيص، ثانيا يعني ماركه باليير معروفه ديال دائم، هما عندهم ماركه زوينه سواء ديال غوسمان اولا دائم، وخاصه دابا باليير راه كاينه في المغرب، يعني كلكم تقلبوا عليه وتلقاوه. هذا عاد يعني عاد خرجوه جديد، عجبني بزاف، يعني هذا خاص بالبشره سواء اللي جافه او لا الحساسه. انا عندي البشره ديالي ماشي جافه يعني ما بين وبين، ولكن شي شويه حساسه، جربته قلت غادي نجربو يعني واش ما غاديش يحرقني في وجهي ولا شي حاجه.
استعملته عجبني، هو كيكون هكا سائل، ولكن منين كديرو هكا كترش في الدور كيخرج على شكل رغوه او لاموس، يعني زوين كيخلي الملمس رطب. والثمن ديالو جد جد مناسب، واحد الاورو وشي حاجه، يمكن اورو 99، قول جوج الاورو، الثمن ديالو يعني جد مناسب. هاد بيبي لوفز، هاد بيلو هذا عجبني حتى هو بزاف، هذا يعني خاص حتى هو على شكل رغوه، الرائحه ديالو كتحمق. هذا راه كاين في جميع يعني الروائح ولا العطور اللي بغيتو، على حسب باش كل حاجه باش مصوبه. هذا خديته بواحد 3 اورو 99، حتى هو زوين كيخلي المهمدات ديالو، هكا الانسان كيبدل مره ما كيبقاش دائما ندير داك جيل دوش المعتاد ديالو. هذا انا جربته، اولا كيخلي واحد الريحه زوينه في الجسم ديالكم، وثانيا يعني معروف هذا كلشي كيستعملوه حاليا، قلت علاش لا ما نجربوش ونشوف زعما هاد الناس اللي كيهضروا عليه وعاد دايرين هاد البلبال على هاد بيلو، غادي نشوف كي داير، ولكن زوين عجبني بزاف. يعني ما عندي ما نقول، غير هو شويه غالي، الثمن ديالو كيدير 4 اورو، مي زعما نقولوا راه زوين حتى هو. غادي نهضر كذلك على جيل دوش. هاد جيل دوش هذا البنات، هذا خديته من ليدل، وي ليدل، يعني لقيته غير بالصدفه، لان ما كيجيبوهش دائما، الا عجبكم غادي تقلبوا عليه، ولكن هما ما كيجيبوش دائما، من داك لا مارك سين. زوين بزاف، وفيه واحد الريحه اش نقول لكم كيفاش غادي نوصفها لكم، هو الا شميتوه كيسحب لكم ديال الرجال، يعني لولا انهم ما دايرينوش هاد القاروره هكا يا غوز غادي تقولوا راه ديال الرجال، ولكن هو راه ديال زعما بوغ فام. وشنو فيه الحاجه زوينه، بعدا اول حاجه بعدا كبير، فيه يعني 300 مليلتر، وحاجه وحده عجبتني فيه، وفيه واحد الريحه ديالو زوينه، لان مصوبين واحد الاعشاب بحال داك الاعشاب يعني الشرقيه، فيه القرفه، فيه المهم بزاف ديال المواد، نسيت كنت قريتها ولكن نسيتها شنو هي. يا الريحه ديالو غادي نشبهها لكم، واحد الريحه واحد العطر ديال الرجال، سميتو نسيت السميه ديالو سبحان الله، كنت نفكر هذا من غير نقولها لكم، بولو، داك القاروره كتكون خضراء وفيها شي سنيسه كمعلقه، سميتها بولو. هذه تماما كتشبه داك العطر هذاك. بالنسبه للسيدات، كاين شي سيدات كيعجبهم يغسلوا بواحد جيل دوش كتكون فيه شي ريحه شي شويه كتشبه للرجال، الا عجبكم غادي تقلبوا على هذا غادي يعجبكم، كيدير الثمن ديالو يمكن واحد الاورو، اورو ما كاناش، اورو قل شي حاجه، ولكن زوين. خديت فيه القرعه اللون ديالها ازرق والغوص، الاخرى يعني ما بقيتش محتفظه بها، وهذه راه تسالات لي وكنخليها باش غادي نهضر لكم عليها، الا لقيتوها البنات غير خذوه، سيرتو الا كنتو كتعجبكم داك الريحه ديال بحال العطر ديال الرجال، وفاش كتغسلو كيخلي لكم ريحه زوينه في الداس ديالكم، وكذلك حتى في الحمام كيبقى للحمام كانكم معطرينو بشي عطر. كذلك غادي نهضر خلاص، هذا يعني غني عن التعريف، هذا من لا ماركفا، هذا يعني بوسموس ديال اليدين، يعني خاص بغسل اليدين، الريحه ديالو كيخليها زوينه وكيخلي اليدين يعني رطبين، ما كيحرشهم حتى شي حاجه، بخلاف بعض المواد وحدين اخرين اللي ديجا انا استعملتها كتخلي اليدات هكا بحال مشققين، وهذا كيعجبني غزال بزاف، ويعني فيه بحال شكل كريم، لانه كتكتبي فيه كريم زايفه، يعني باش كتغسلوا يديكم كيبقاو رطيبين، ما ماشي يديكم ناشفين ولا شي حاجه، حتى هو كنصحكم به الا زعما بغيتوا تاخذوا هذا، كيتحط في الحمام كتغسلوا به يديكم. كذلك غادي نهضر لكم على جيل دوش، هذا جيل دوش ديال ايفروشي، حتى هو زوين، هذا فيه يعني واحد الريحه زوينه بحال الريحه ديال المسك، بحال مخلط بالريحه ديال الاورانج، كيعجبني زعما زوين، خاصه فصل الصيف، هذا كنت كنستعملو ما بين فصل الربيع وفصل الصيف، حتى هو زوين. والاثمنه ديال ايفروشي راكم عارفينها، ولي برودوي ديالهم راكم عارفين، بلا ما نزيد نهضر لكم عليهم، راهم كلهم زوينين. غادي نهضر كذلك على هاد القماش اولا بيلينغ ديال إيف غوشي، حتى هو غزال، انا جربته وعاودت، يعني زوين. الوقت اللي تكونوا باغيين تدوشوا يعني دوش خفيف، ولكن في نفس الوقت تحسوا بانكم درتوا حمام مغربي، يعني بالحكان والكيس وداكشي، كديروا هذا في الكيس ديالكم وكدوزوا على الجسم ديالكم كامل، ما عدا بطبيعه الحال الوجه، كيعطي داك انتعاش للجسم ديالكم، وكتحسوا انكم حكيتوا ودرتوا الصابون اللي كتخرجوا، يعني حاسين براسكم انكم درتوا حمام ماشي دوش. زوين، و الثمن ديالو كيكون مناسب، هذا دائما كنديرو انا لقيت اللي ما غاديش ندير الصابون البلدي، زوين كنصحكم به. غادي نهضر كذلك على هذا، المهم انا كنجبد يعني هكا اون بارازا، هذا حتى هو واحد حليب ديال الجسم،
يعني لي بولو كور زوين حتى هوايا، يعني الريحه ديالو زوينه. استعملته انا صافي دابا راه خوا، يعني هذا كديروه من بعد لا دوش حتى هو الريحه ديالو زوينه. بالنسبه للسيدات اللي كيفضلوا يعني لي برودوي ديال ايفغوشي، هذا كنصحكم به حتى هو زوين البنات، الرائحه ديالو غزاله. وغادي نهضر لكم كذلك على هاد دوف، هذا واخا نعيا نشكر لكم فيه ونقول لكم راه زوين، ما غاديش زعما يعني نحبس، لان جربته هذه من الشتاء ديال، يعني هاد الشتاء اللي دازت اللي قبل من الصيف وانا كنستعملو، عجبني بزاف. يعني كنديرو هذا حالب ديال الجسد يعني من بعد التدواش، وفيه واحد الريحه غزاله، دايرينو اصلا من فيه شيا بودا وفيه الفانيل، و يعني فيه البور دي كاريتي وفيه ديك لي سونتور ديال الفاني، خاص يعني بجميع انواع الجسم، يعني ماشي غير جاف ولا دهني مش حاجه، يعني كله فاش كديرو في الجسم ديالكم ما كيبقى لا يتلصق لا حتى شي حاجه، وبدات كتشربوا يعني بسرعه، ولكن الرائحه اللي كيخلي لكم في الجسم ديالكم البنات ما تصوروش كي دايره. انا هذا ما حيدتوش هاد العام نهائيا، من النهار اللي شريته حطيت كاع داك لي برودوي اللي كنت كنستعمل، يعني ديال اللي كندير هكا في من بعد الحمام، بقيت كنستعمل هذا فقط، وراه قرب قول عليه يتسالى، ولا لقيتو غادي نعاود نشريه وغنعاود نشريه وغنعاود نشريه، لانه غزال. واحد الريحه فيه كتحمق الحمام ديالكم فاش كدهنوا، الا صوبتوا في الحمام كيبقى الحمام فيه ريحه غزاله، ولا لبستوه في غرفه النوم ودهنتوه هنا كذلك كيخلي لكم الرائحه رائعه البنات. هذا الا لقيتوه غير خذوه، الماركه ديال دوف راه غنيه على التعريف ما غاديش نهضروا عليها. دوف كذلك دوف 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 دوف، عندي بزاف ديال الحوايج ديال دوف، بزاف الحوايج دائما كيعجبني نستعملهم. هادو لي ديودورون هما كاينين، المهم انواع ديالهم، ولكن هادو المفضلين عندي. اول حاجه كنت كناخذ هذا غزال، يعني كترشو هذا يعني سبري، يعني كنفضلهم احسن من هادو، خاصه فصل الصيف هادو كيجيو شويه ناشفين مقارنه مع هادو اللي كيبقاو هكا كريمه، وكي كيبقاو هكا ماشي كيتلصقوا، ولكن مع العرق وداكشي ما، يعني كنفضل هادو في الصيف. انا في الصيف دائما كنستعمل هادو، يعني كنت اولا كنستعمل هذا، الرائحه ديالو غزاله، يعني ما كيخلي بحال داك فيه واحد الريحه، خاصه هذا اللي فيه هاد المياه هكايا هنايا، يعني خاص بلي لي كولور، في واحد الريحه بحال داك البوبو ديال البيبيات، ريحته غزاله غزاله. وشنو نقول لكم، انا بعدا كيعجبني ما كنشبعش منه، هذا دائما كنديرو، يعني دائما تقريبا عندي في الصاك ديالي دائما كنرش منه. منين اكتشفت هذا دارو حتى هو في هاد الصيف، عاد خرجوه جديد غزال حتى هويا، هاد الرائحه ديال الخوخ شنو نقول لكم، فنه 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 ما كتشبعش. واحد الريح يعني الا ما جربتوش ما غاديش تعرفوا علاش كنهضر عليكم، علاش زعما كنهضر لكم، يعني ما فيش الالومنيوم، هما دايرين يعني 0% الومنيوم. المهم كتبقى الرائحه ماشي 24 ساعه، وانما يعني كل مره خصكم ترشوا الصباح في العشيه، ولكن الرائحه ديالو غزاله، واللي ما لمس كيخليه رطب، يعني ما كاين لا تلصق لا والو. وكذلك هادو حتى هما زوينين، الرائحه ديالهم حتى هي غزاله، دونك كنصحكم تستعملوا هاد الشكيلات هادو. ها نتوما كنتمنى يكونوا باينين لكم، هادي ديال فيها المهم هذا، المهم هاد الشكل هنا في الغوز، حتى هي راه دايرينها يعني مضاد العرق، وهنا دايرين لك هادي كتبقى 48 ساعه، الا كانوا هادي دايرين 24 ساعه هادي دايرين 48 ساعه، ولكن طبيعي الحال ما غاديش تبقى 48 ساعه، تسمى 48 ساعه راه ما غاديش ديرها، ولكن هادو كنصحكم بهم البنات، فنين 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 فنين. انا لا مارك ديال دوف ملي زعما بديت نستعملها، يعني هذه مده 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 ودائما كتعجبني، مع عمري زعما ما استعملت شي برودوي من دوف وما عجبنيش نهائيا. غادي نهضر لكم على هاد دو برودوي، هادو داك الورق اللي كننظفوا به الوجه ديالنا ملي كيكون هكا عندنا مكياج ولا شي حاجه، انا دائما كنستعمل هذه ديال ايزانا. المهم كناخذها من روسمان، كاين هذه وكاينه ماركه وحده اخرى ما بقاتليش يعني لومبالاج ديالها، هذه غزاله رطيبه يعني ما فيهاش الكول،
ويعني وكتحيد الماكياج من الوجه كامل ومن العينين، حيكون عندكم يعني داك الماكياج اللي هو ثقيل ولا شي واتر بروف كتحيدها. هذه انا عندي المفضله، هذه خديتها من دي ان، خديتها واحد المره يعني غير هكا بالزربه، كانت خاصاني هاد التوشه هادو، ولكن ما كانش حدا روسمان، كانت حدا دائم، وخديت دخلت يعني خديتها بالزربه، شفتها مزيانه فيها يعني الالوي فيرا وانها كتمنع ليها الرطبه وداكشي، ولكن منين استعملتها عرفتي راه بحال اللي كنستعمل الزازوار في وجهي. شوفوا كي دايره، ما عرفتش شي هكا على يديكم وراها كتحرقكم. استعملتها يعني في وجهي بحال اللي شي زازوار كندوزو على وجهي، حرشه 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 حرشه. ربما كاينين يعني ماركات وحدين اخرين في دائم يكونوا احسن من هذه، ما عرفت. انا خديت هذه الثمن ديالها كان اورو شي حاجه، ما عرفتش اورو 50 ولا، المهم الثمن ديالها يعني ما غاليش بزاف وما رخيش، ولكن هادو ديالها حرشين وناشفين تقريبا، بحال اللي دايرين فيهم الماء ماشي الكريم ولا شي حاجه باش هكا يساعدكم باش تمسحوا وجهكم. اما الا درتوها على عينيكم ولا تحت الجفون ديالكم راها كذبح، والله العلي العظيم الا كذبح. هذه بدا ما عمرني نعاود نشريها نهائيا، هذه غادي نشريها ونعاود نعاود نعاود، لانها غزاله 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 البنات، وما كيبان وما كاينش شي فرق، ولكن هذه سبحان الله رطيبه ما كتجرحنيش وجهي، وهذه ما نقولش عليكم شنو الحاله اللي دارت فيا. غادي نهضر لكم كذلك على باننا كنهضروا على الوجه يعني والاشياء اللي كنمسحوا بها المكياج ديالنا، غادي نهضر لكم على هذا لو ميسيلير هذا. شنو نقول لكم عليه؟ بان زعما كاينه ضجه عليه مزيان، وانا كنت كندير العادي داك الغوص، ملي سمعت على هذا يعني داير شي حاله في عباد الله، زوين كيحيد المكياج كيحيد، هو فعلا كيحيد المكياج زعما، ولكن كنلقاه انه بحاله بحال المواد الاخرى اللي ديال غارني ولا اي ماده ديال اللي كتحيد يعني يعني المكياج من الوجه. زعما زوين ما نقولكمش خايب، ولكن مقارنه مع الثمن ديالو كيدير يمكن قريب شي 5 اورو، مقارنه مع مواد وحده اخرى اللي الثمن ديالها بسيط جدا، يعني بجوجهم كيديو الدور ديالهم، هذا كيكون نص ديالو ماء ونص ديالو زيت. المهم كيحيد زعما المكياج، كينظف يعني بزاف الوجه، ويمكن لكم ديروه الوجه العينين ولا الشفايف ولا، ويعني وما كيخليكمش زعما دوك التجاعيد على حساب داك الزيت اللي فيه، غير هو انه يعني دائما داك الزيت كيطلع الفوق ودائما خصكم تبخدوه عاد كتستعملوه. المهم انا كنستعملو ما نقولكمش خايب، ولكن ما ماشي شي حاجه زعما خارقه للعاده، يمكن لكم ما تستعملوش وتستعملوا يعني برودوي واحد اخر اللي الثمن ديالو بسيط وقل من هذا، يعني ما كاينش شي فرق كبير. كما هذا خديته انا من ماركه ديال ايسونس، هذا كيدير يمكن شي اورو ولا شي حاجه، يعني حتى هو زوين، غير يعني هذا بحال اللي كيحرقني شي شويه في عيني فاش كنقربوا لعيني فاش كنغسل يعني نمسح به الماسكارا ولا شي حاجه كيحرقني شي شويه في عيني، مي هذا كنحاول ما امكن نمسح عيني يعني بحذر باش ما يدخلليش هكا شي حاجه في عيني، لان عيني فاش كيدخل لي شي برودوي كيوليو لي حمرين وكيبقاو يحرقوني شي شويه. المهم يعني ما كاينش، يمكن لكم زعما تاخدوه، يمكن لكم تاخدو شي ماده اللي من يعني من غير هذا، يعني ما عرفت كتبقى لا ماك ولا الاشهار ولا شي واحد كيهضر على شي ماده وصافي وكتداول وكيبقى كلشي كيشكر داك الماده، ولا كثر ما كنشوف الناس كيهضروا عليها كيسحاب لنا راها زوينه، ولكن يعني نقدروا نعوضوها بشي ماده اللي تكون بحالها وكتادي نفس الدور واثمنه اللي تكون هي بسيطه. غادي نهضر لكم كذلك على هاد الزيت هذا ديال بونتين، هاد لا ماك بونتين راه كاينه في المغرب، يعني غادي يكون حتى الزيت هذا، هاد الزيت البنات غزال 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 غزال. هذا يعني داك الشعر اللي كيكون شويه صعيب في المشيط زوين بزاف، انا كنديرو واخا شعري رطب كنديرو هكا فاش كنغسل في الحمام وداكشي، كيكون شعري باقي فازوك وكنكون ما غاديش نصوبو لا بسوشوار لا بليسور لا حتى حاجه، كندهنو على شعري هو فازك وصافي كنخليه وما كنغسلوش. غزال بالنسبه اللي عندهم الشعر شي شويه مجعد اولا مرطبش بزاف راه يصلح لكم هذا غزال، انا كنستعملو لبنتي لان بنتي شعرها شي شويه يعني مجعد، واخا شعرها رطب ولكن سبحان الله الزغبه ديالها كتبوكل دغيا دغيا فاش كنحتاجو كنستعملو، يعني كيسرح لها الشعر ديالها بكل سهوله، ما كيحرقها ما حتى شي حاجه، وكيخلي واحد الرائحه زوينه يعني، والثمن ديالو حتى هو جد مناسب. هذا يمكن لكم تلقاوه يعني في جميع المحلات، سواء الا كان في المانيا هنا يكون في دي ام روسمان في غيفا في اي بلاصه،
وفي المغرب راه كاينين بطبيعة الحال في يعني في لي غون سيرفاس اللي كاينين في المغرب. هذا من لاماك ازانا من روسمان. هذا بالنسبه لي هذا سميتو داك شام فيستيغا اللي كيبغي الشعر ديالو يكون شي شويه مجعد. انا كنحماق على الشعر المجعد، كنستعمل هاد الشوم هادي ولا هاد الرغوه هادي، كنديرها يعني من بعد فاش كان يكون شعري فازك من بعد ما كنغسلو، كنبغيه يبقى لي بعد المره شويه بوكلي، ما كنبغيش يبقى مسرح، كنديرو هذا على شعري. المهم زعما ما كيخليش داك الشعر هكا بوكلي مزيان مزيان، ولكن المهم ما بيش مقارنه مع الثمن ديالو، زعما راه ما بيش، لان ما بغيتش ناخذ شي برودوي اللي يكون غالي بزاف باش يخلي لي شعري مجعد، لان ما غاديش نخليه دائما. واحد النهار كنشها يكون شعري زعما هكاك بوكلي وخديت له هذا، كي ممكن يخلي شعرك هكا شويه بوكلي، ماشي بزاف داك الدرجه اللي كنبغي، ولكن المهم ما بيش. هو نصحكم البنات بيه، هو زعما زوين ما بيش. كذلك هذا الزيت هذا حتى هو ديال ايفروشي، حتى هو غزال البنات، هذا كديروه على شعركم يعني كيخلي الرائحه زوينه، ويعني كديروه ما فيه لا سيليكون لا والو، حتى هو كنستعملو البنتي. هذا كنديرو يعني على يعني الشعر كيكون جاف، ويعني داك اللي كيكون شويه ناشف، هذا يعني بوغ لي شوفو ساك، حتى هو غزال ورائحه ديالو غزاله، يعني دائما كناخدو من ايفروشي. كذلك غادي نهضر لكم على حتى هذا ديال ايفروشي، حتى هو زوين بزاف. هذا خاص هذا القماش ديال الرجلين زوين، فيه واحد الحبيبات صغيورين هكذا باش كديروا القماش القدمين ديالكم، كيخلي القدمين رطبين رطبين رطبين، فيه الريحه ديال لافوند يعني زوينه بزاف، كيخلي بالنسبه للسيد هذا كيعجبهم الريحه ديال الخزامه زوين. كنحك بيه هادو رجيلاتي، ما بقاش بقالو غير شويه صافي ويتسالى، يعني السيده اللي كتقلب على شي قماج زوين كنصحها تاخذ هذا ديال ايفغوشي، انا دائما كناخذو كيخلي الرجيلات رطيبين وزوينين. كذلك غادي نهضر على لي شامبو. هذا الشامبو هذا في الحقيقه ديال البيبي ماشي الكبار، هذا بالنسبه للسيدات اللي عندهم البيبيات ديالهم صغيورين، ويعني يحاولوا ما امكن يختاروا لهم بعد. انا ما غاديش ننصحكم بشي برودوي، ولكن دائما الاطفال اللي يكونوا صغيورين كيكونوا عاد بيبيات، دائما اختاروا لهم شامبوانات ولا داك الكريمات ولا اي حاجه اللي تكون هكا زعما الذات اللي كتكون سونسيبل، يعني باش هكذا ما يكونش فيها الروائح، ما يكونش داك الاضافات اللي كيضيفوا فيها، باش هكذا وليداتكم ما يعانيوش لا من حساسيه لا حتى شي حاجه. هذا كنت كنستعمل ولدي منين كان باقي صغير، وخا كبر وليت يعني دائما كنشيله وخا كبر شي شويه، لان كان عنده شي شويه كيبقى يحك ذاته فاش كنغسل له بشي جل دوش اللي هو عادي، يعني الطبيبه ديالو هي اللي نصحتني بهذا، كناخذ له دائما، مي دابا صافي الحمد لله ما بقيتش كناخذ له. هذا بالنسبه للبيبيات اللي عندهم يعني كيكونوا سونسيبل في لابو ديالهم. هذا منه شامبوان ومنه جل دوش وغزال زعما، يعني راه كاتبين هنا فيه بيو، يعني خاص بالاطفال. السيده انا قلتلكم اللي عندها بيبي صغير وبغات تغسلو بشي ماده اللي زوينه يعني ما تضروش في الجسم ديالو، تاخذوا هذا كنصحكم به، راه زوين 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 بزاف. بالنسبه لي ماسك غادي ندوكم على هذا الماسك هذا، المهم ان شاء الله فيديو اخر غادي نخصو يعني بلي ماسك اللي كنستعمل انا دائما، مي هذا لقيته في هذا يعني في هاد الكوب هادي مع هاد لي ماسك هذا، قلت صافي نهضر لكم عليه. هذا دايرينو انا انتي فالتن يعني خاص بالتجاعيد، يعني جربته ما عطاني حتى شي نتيجه، واخا زعما نقول لكم فيه تجاعيد ما عطانيش نتيجه، ولكن حسيت به انه عادي. هما كيبينوا هنا انهم يعني دايرين هنا الوجه كيكون بيض بحال اللي دايره شي طلاء، بحال شي دايره شي ماسك ديال الطين ولا شي حاجه، ولكن هو فاش كدهنوا على وجهكم كيكون على شكل كريم، صافي كتخليوه 10 دقائق ومن بعد ما كتغسلوه لا بالماء لا حتى بشي حاجه، كتقبطوا واحد بحال هذا التوشا هادو فريش توشا، وكتمسحوا الوجه ديالكم وصافي، وكتخليوا داك الماسك يبقى لكم على وجهكم. يعني جربته ما عطاني حتى شي نتيجه، زعما كيبقى الوجه عادي ما كتلاحظوا لا تغيير لا والو، كانكم درتوا كريم عادي من ارخص زعما الاشياء ومن ابسط الاشياء. يعني ما غاديش نعاود نشري هذا، ما كاين لا انتي فالتن يعني لا ضد التجاعيد ولا حتى شي حاجه، هذا ما غاديش نعاود ناخذه، بخلاف ماسكات وحدين اخرين كيعجبوني وغادي نعاود نشريهم، ولكن ان شاء الله من بعد غادي نهضر لكم فيديو خاص على لي ماسك اللي كنستعمل. في اطار الوجه كذلك هاد الشيته هادي كنت خديتها من بريماك، شيته اللي هي عاديه، انا قلت زعما غادي نجربها غير لقيتها بالصدفه وقلت غادي نشريها ونجربها. المهم دايرين هنا جوج جهات، هنا الجهه هادي فيها بحال سيليكون، وهاد الجهه فيها هاد يعني هاد الشعيرات هادو، يعني كتغسلوا بها الوجه ديالكم
ربما انا كتجيني شي شويه حرشه على وجهي، وخا شويه حرشه على وجهي ما كنستعملهاش بزاف، يعني مره مره هكا الا كنت هكا في لادوش كندوز هكا على وجهي. مي زعما ما نقول لكمش خايبه، ما نقول لكمش زوينه، يعني ماشي شي حاجه يعني. وخلاص الثمن ديالها كان رخيص، انا كنت قلت لكم الثمن ديالها ما كاملهش 2 اورو، يعني ما غاديش نقول لكم شريوها ولا ما تشريوهاش، ولكن زعما شي حاجه اللي عاديه. هي قلت لكم هنا هذا الرويسات ديالها ما رطبينش بزاف، كنحس بيهم بحال اللي كيتكولي وجهي. اخيرا وليس اخرا، هادو ديال لي دونتيفريس، هاد جوج ديال النويعات هادو كيعجبوني بزاف. يعني هادو دايرين انهم كيبيدو السنان، كيحيدو الكالكير، يعني زوينين بزاف. وفيهم بحال يعني بحال داك فاش كنغسلو سناننا وكنديرو داك بامبوش من بعد، هذا يعني فيهم جوج في واحد، يعني سان كريم ومونش بيلو، يعني دونتيفريس وداك بامبوش، يعني بجوج بيهم الريحه ديالهم زوينه، كيخليو السنينات كتحس بيهم كيلمعوا، كيحسوا بيهم زعما تنقاو لكم مزيان مزيان، وفي نفس الوقت كيخليو ريحه زوينه في الفم. يعني ديرهم انهم زعما كيبيضوا السنان، وحتى الحجم ديالهم زوين، يمكن لكم تسافروا وديروه هكا في ساكم، تخرجوا مثلا كنتوا عارفين راسكم غادي تغداو على برا وكتحكوا سنيناتكم هكا يعني في الخارج، تديروا هكا في الساك ديالك وتخرج داك الشويته الصغيره اللي كتكون خاصه بالسفر اللي كتتنى، وهانتوما غسلتوا يعني بسنيناتكم وحافظتوا عليهم، وفي نفس الوقت ما تقلكم شي في الساك، وحتى الثمن ديالو زوين، يعني واحد الاورو شي حاجه. هادو زعما كنفضلهم انا لو الازرق ولا الابيض، هما اللي كيعجبوني بزاف. صافي البنات، السليله ديالنا صافي ما بقى فيها حتى شي حاجه. هادو هما لي برودوي اللي كنت باغيه نهضر لكم عليهم، كنتمنى نكون عطيتكم رايي بصراحه في هاد لي برودوي هادي، والا عجبتكم شي حاجه بغيتو تشريوها يعني غادي تكونوا عارفين شنو غادي تشريو. وكنتمنى هاد الفيديو كان يكون فاد يعني البعض منكم، ماشي غيكون فاد الكثير، ولكن لو يعني البعض اللي كيبحث على هاد المواد هادو، ولا كيبحث على شي ماده باغي يستعملها وما عارفش الراي ديال يعني الراي عليها كيفاش دايره، كنتمنى نكون فدتكم شي شويه. كنتمنى الفيديو ما يكونش جاكم طويل، وكنقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله، والى فرصه قادمه، موضوع جديد وفكره جديده. السلام عليكم البنات، وخليتكم على خير.